كشفت وسائل إعلام روسية أن الجيش الأوكراني تراجع في خرسون بعد أن بدأ هجومه على محور المقاطعة جنوبي أوكرانيا. وسبق أن أفاد نائب رئيس مقاطعة خرسون الموالي لروسيا بأن القوات الأوكرانية تسعى لاختراق خطوط الدفاع الروسية في خرسون، ورجح أن الأيام القليلة المقبلة ستأتي بخاتمة سريعة للأحداث، مؤكدا جاهزية موسكو لاتخاذ قرارات وصفها بالحاسمة والمعقدة. معنا من موسكو مفدتنا منى أبو دياب. منى، هل من تعليقات رسمية على تطورات الوضع في خرسون؟ ربما تحدثنا أو أشرنا قبل قليل لما تروج له وسائل الإعلام الروسية الآن عن تراجع أوكراني في أحد المحاور بخرسون، هل من تعليقات رسمية؟ لا إيمان، لم يصدر أي تعليق رسمي، ولكن الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الروسية عن هذا التقدم للقوات الأوكرانية ومحاولة لاختراق خطوط الدفاع وتقدم هجوم حاولت القوات الأوكرانية تنفيذه، بقي الخبر لمدة نصف ساعة فقط، بعده تبعه خبر نجاح القوات الروسية في صد هذا الهجوم ودفع القوات الأوكرانية إلى مراكزها الأولية. ولكن هذا المحور ليس للمرة الأولى يتعرض فيها لمحاولات أوكرانية متكررة، كان آخرها قبل أسبوع، كان هناك محاولة مماثلة للقوات الأوكرانية وتم صد تلك الهجمات. ولكن بالمجمل نعم، هناك الكثير ما يقال عن خرسون ومعركة خرسون، ومنها ما نسب كما ذكرتي في الخبر لنائب رئيس مقاطعة خرسون التي تحدث عن أيام حاسمة قليلة وخاتمة سريعة وقرارات معقدة وصعبة سوف يتم اتخاذها من قبل القوات الروسية. هناك في التحليلات تعود التحليلات إلى ما قاله قائد العمليات العسكرية في أوكرانيا الآن سوروفيغين، الذي قال في 18 من أكتوبر متحدثا عن خرسون تحديدا أنها جبهة صعبة للغاية، ولكن سوف يتم اتخاذ قرارات صعبة ولكننا سننتصر فيها. هنا نعم، تشير التحليلات إلى أن ربما تكون خرسون في ما تقوم به القوات الروسية من عودة إلى الضفة اليسار هو تكتيك لنصب ما يسمى بالفخ للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة تحديدا. نعم إيمان، إليك. نعم، شكرا جزيلا لك من موسكو مفادتنا منى أبو دياب.